خليني اخد مع حضراتكم دلوقتي المكالمه دي. معانا على التليفون دكتور اشرف الطحاوي، منسق ميداني لمبادره حياه كريم. اهلا بحضرتك يا دكتور. ويمكن كنا بنتكلم عن حياه كريمه، وازاي حياه كريمه غيرت شكل الحياه داخل قرى المنيا. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. بالفعل حياه كريمه غيرت وجه الحياه في المنيا. لو هنتكلم عن حياه كريمه، حياه كريمه حاليا في المنيا بتستهدف 5 مراكز كمرحلة أولى: مركز العدوى، ومركز مغاغة، ومركز أبو راس، ومركز ملاوي، ومركز دير مواسي. عايز أقول لحضرتك احنا بنستهدف ال5 مراكز دي ب 32 وحدة محلية. إجمالي عدد القرى 192 قرية، 757 تابع. مستهدفين في هذه المرحلة 3 مليون نسمة من إجمالي 6.2 مليون نسمة. هو تعداد محافظة المنيا. عندنا عدد مشروعات 3482 مشروع تم تنفيذ بالفعل وانتهينا منه بنسبة 100% 1235 مشروع. وحاليا عندنا 2247 مشروع جاري تنفيذهم على أرض الواقع. عايز أقول لحضرتك المرحلة الأولى دي اللي احنا بنشتغل فيها في 5 مراكز بتتكلف 24.6 مليار جنيه. تكلفة كبيرة جدا في العديد من القطاعات. لو هنتكلم مثلا على شبكات الصرف الصحي وخطوط الطرد ومحطات رفع الصرف الصحي، محطات معالجة ثلاثية، عندنا محطات كتيرة جدا، يعني عدد كبير من المحطات يصل ل 17 محطة معالجة ثلاثية. تكلفة كبيرة جدا. عندنا شبكات المياه، محطات مياه، وصلات منزلية، وحدات صحية، كمان بالإضافة القطاع الطبي والمستشفيات طبقا للتأمين الصحي الشامل، ووحدات الإسعاف، وعدد كبير من المدارس بيتم استهدافه في كامل المحافظة. كمان شبكات الكهرباء ومنشآت ووحدات التضامن. وفي محافظة المنيا مرصود 32 مجمع خدمي بالعديد من الخدمات اللي بنقدمها لأهالينا، زي مثلا سجل مدني، شهر عقاري، مركز تكنولوجي، مكاتب التموين، مكاتب الوحدات المحلية. كل ده بيتم تنفيذه في المجمعات الخدمية، بالإضافة أيضا للمجمعات الزراعية اللي بتقدم العديد من الأنشطة اللي بيحتاجها أهلنا في القرى والأرياف. فمنظومة عمل متكاملة في كل القطاعات في مبادرة حياة كريمة. وده اللي بيخلي الناس في القرى التانية بياخدوا القرى اللي بتدخلها حياة كريمة مزار الحقيقة، وتشوف في عيون الأطفال أنه أنا عايز مدرسة زي دي، أنا عايز قريتي تبقى شبه القرية دي. وده اللي بيخلي الناس عندها أمل، حتى لو لسه حياة كريمة ما دخلتش القرية بتاعته، لكن حاسس أنه ده اتعمل جنبه فممكن جدا يتحقق عنده. صحيح، بالفعل بالفعل. يعني احنا شفنا الكلام ده في قرية المعصرة لما شرفنا سيادة الرئيس وافتتح القرية، وعدد المشروعات اللي تمت وكم هائل، يعتبر مزار سياحة بالفعل. قرية المعصرة هي أول قرية نموذجية تم الانتهاء منها بنسبة 100%، وده نموذج لقرى تانية موجودة في محافظة المنيا. عاوز أقول لحضرتك معصرة ملاوي دي هي إحدى قرى مركز ملاوي، تقع جنوب مدينة ملاوي بمسافة 5 كيلومتر. القرية دي مشهورة بزراعات قصب السكر والخضروات، وتعدادها تقريبا 30,000 نسمة، هي والقرى التابعة ليها زي قرية الريمون والشيخ حسن وجلال الشرعية و14 قرية تاني تابعة لقرية معصرة ملاوي بتستفيد بكل الخدمات اللي تم تنفيذها على أرض الواقع. سيادة الرئيس شرفنا بالأمس وكنا كلنا فخورين وفرحانين بوجود سيادته معانا في افتتاح المشروعات وتشريفه لينا. يعني عدد كبير من القطاعات تم بالفعل التنفيذ فيه مشروعات. لو اتكلم مثلا على قطاع الصحه والخدمات الطبيه، ففي تطوير الوحده الصحيه بمعصره ملاوي تطوير شامل بالكامل، يعني وانشاء وحدات الاسعاف، ويعني شغل كبير جدا. ما كانش فيه وحدات اسعاف في المعصره ملاوي، ما كانش فيه اطلاقا وحدات اسعاف خالص، ما كانش فيه صرف صحي. يعني قطاع الصرف الصحي ما كانش فيه صرف صحي موجود في القريه. انتهينا من اعمال مشروع الصرف الصحي بالكامل، والوصلات المنزليه الخاصه بالصرف الصحي، احلال وتجديد محطات مياه الشرب، احلال وتجديد مد وتدعيم الشبكات كمان. فالحمد لله عملنا شغل، يعني كانت حياه كريمه شغل ممتاز. لو اتكلم مثلا على قطاع الابنيه التعليميه، تم عدد كبير من انشاء وتوسعه مدارس، مثلا في 3 توسعات: مدرسه عزبه جد الله، مدرسه الشهيد مدحت صالح، مدرسة وحدة معصرة ملاوي. وكل مدرسة مثلا في التوسعة بنتكلم على 13 فصل أو 15 فصل، ودي قللت الكثافة بنسبة كبيرة. كمان تطوير ورفع كفاءة 4 مدارس أخرى. مش بس الكثافة يا دكتور أشرف، كان في قرى المدرسة بعيدة عنها، مش هيروح بالزبط. مش هيمشي كل ده عشان يروح المدرسة، فبيبقى في حالة من العزوف أصلا عن التعليم. بالظبط بالظبط بالظبط، ده كان في الخطة معانا. لو اتكلم مثلا على قطاع الشباب والرياضه برضو، كان يعني تم انشاء
مركز شباب المعصره، ده بيتكون من ملعب ومبنى وسور، انشاء جديد، ويمكن شرفنا سياده الرئيس فيه وقابل مجموعه من الشباب. فيعني مشاريع كثيره تمت، مثلا لو اتكلم على الطرق والكباري، اتكلم حاليا بيتم يعني في مكتبه كتابك، يعني رفع مستوى الوعي في المجتمع، وشرفنا سياده الرئيس بتواجده معانا في المكتبه. يعني مشروعات كثيره جدا تم تنفيذها، اتكلم مثلا على تنميه الاسره ورفع كفاءه وتطوير الوحدات الاجتماعيه بالقريه. دكتور اشرف، عايز اتوقف معاك هنا عند يعني الوعي ورفع، يعني رفع مساله الوعي باشياء كثيره الحقيقه في المجتمع، وازاي حياه كريمه بتشتغل على ده؟ لانه وانا ببني لازم اهتم بالانسان اللي هيقدر بعد كده يحافظ على اللي بيحصل من تنميه. ازاي حياه كريمه بتشتغل على ارض في ده مع الاطفال او حتى مع الاهالي، واحنا بنتكلم عن نسق لتنميه الاسره المصريه وازاي نوصل للناس؟ صحيح، بالفعل كان من ضمن المحاور محور تنميه وبناء الانسان. يعني استهدفنا ان احنا نعمل عدد كبير من المشروعات اللي بتستهدف رفع كفاءه، يعني رفع الوعي لدى المواطنين. زي ما قلت لحضرتك، مركز تنميه الاسره والطفل بقريه المعصره تم افتتاحه بالامس، كمان في مكتبه كتابك اللي فيها العديد من الكتب ومفتوحه لكل اهالينا في معصره منلاوي. وده بالفعل ان احنا بنقدم توعيه لكل اهالينا في القرى لرفع الوعي لديهم، وكمان ان هم يشوفوا قد ايه الدوله يعني بتعمل مشروعات في خدمه الانسان. كل ده لاهالينا، كل ده يعني الدوله تكلفت مليارات عشان بس توفر للاهالي هذه الخدمات لرفع الوعي، وان مثلا يكون عندهم وعي اكتر بالعديد من الجوانب اللي الدوله فعلا شغاله فيها. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور اشرف الطحاوي، منسق ميداني بمبادره حياه كريمه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.